زيتون وطا منافع لهذا آد بأفرة بلانتاي وأتقدون فيتامين وحاكو يالا سي باكبوحة وحاكو ترى فيتامين بي 1 وحاكو ترى فيتامين بي 2 وحاكو ترى فيتامين بي 3 وحاكو ترى فيتامين بي 5 وحاكو ترى فيتامين بي 6 سليدة إيادة ميريتان كيدو ميريتان كو والله وقايبوت ميد كورنطال لغو قبا وحاويان بهل قبايسان ميرتا سليد أغوقي مها بضن الزيتونك ومدة بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله بما حسن مدن ونكسن متيستين لغو شكريو قور وليبا حلو وليبا اي وقت وليبا با. الله اني بركيو وانيني مهد علينينا ولا لها كسو بيريو عصوب دمانتين قاعمة فرون كسو دوادا ولا لي هرن نولو جوغنا وكما سنتين اجوغينا خيرك لك مدالو مركزتا شغرين تينا يوشي إلاقين نوان كغم هاد إلينينا مركزتا وحان كعود سنينا إنا القيرك قيبك قادتو روح سو ديجي يروح سي شغري يلوح روح راق لاقة ساريبا واسكو ميت مركا قيرك قيبك قادسو أفافي لها ميلدر نوغاري لها مانتاي برامش كينو وكدوين برامش ديني هوري وحوكو سابسيني هاي سليد سيتون إن بادن بلشل سوماليات وي أركتي وين التقانا وين كده ركزين تاي لكن وحياة بدن أيا سكده قاسن أو ضدك أي سنجر لا أيهين مرك ماشى سوا حرمنا إن كه العلمي كلا دوان أو كصاب سن سليد سيتون كا حنو ندي دويسا إن سينكو أو كرامي ده صح ذا يمد عن صح ذا هين إن مجرتا على مضه لو كلا قون سكره إن مبيع لو قون سكره مس علامة قون س تصلو أدي كرا أيا جرتا شغنا سدو سليد سيتون محال لو تلقلي إنو كلا شرح الله كبرك يسودو بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون زيتون وشجرة مباركة لحجر با قرآن كاللغو الشيغي هل مرنا وحالغو التلمامي محوها معنى هذي با للشيغي وشجرة تخرج من طور السيناب لي شجرة يدا لورة شيدا لكن ملكي عظيل اسكت رواطة دبا شير انتي معلمه يهين ايا اللغة دقايا ايضا قرآن كاللغو الشاقي بالي رادا زيتون وحاوي يان الهي سبحانه وتعالى وحكم ديهي جيدوه كل ارتي والتيني والزيتوني وطور السينين وهذا البلد الامين زيتون كأيو كل ارتي جيد كاس لي راهدو قرآن آياتها لغشيغي وحاكم إذا يوقد من شجرة مباركة زيتونة مرنا وحالة تلمامي بركة ذي حدنا يدي باب الله الشيغي وليري زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء زيت الزيت قال إذا زيتون كمالك وقيت ودن ماذا وعلقاته هذا ما يلبى ذنبه كبحة لكن waxa loo yaqaan shajarada anbiya ay wuxuu ka bixi jiray duufaanka kadib ay yiraahdaa dhulka guriyaha anbiyaadu ka bixi jiray meelaha ilaahay ka soo saaro hada wadamo badan baa lagu abuurtay dhul badan buu jira zaytuunku laakin ardu sham ayuu ku xog leeyahay meesha quraanka lagu sheegayna
ودولكان هدا محوها إلهي كسو عليو أيدي اليهود أي قعان تكو هايسا يهود هايساتو دولكاسو ماركتاي هادو قبل حجري زيتونكو مركا نبيك عليه الصلاة والسلام وحاكسو كان حديث حسنة أما مركي دونق دي صلاة أروريا صحيحة إنو يري كل الزيت والدهن بها فإنها من شجرة مباركة أما فإنه يخرج من شجرة مباركة زي لسليد زيت زيت كعونة أو زيتون كا كون صب كذا أو هلو صب كذا وحيك صب حدا جيت كبركة يسنا القرآن كلو شيء أو وحوي زيت زيتون زيت زيتون مركز سليد زيتون كا وسليد جيت كزيتون كا وجيت منافع بدن وآذي آد فوائد ديسو أيوب بضانتا إمام قرطبي وحولي رحمة الله عليه في الزيتونة منافع زيتونك وحولي بولي منافع منافع ديسان وحاكم إذا إن لشتو والله أنبط بي أهان جردتك هروي شدن ترين وحولي رواسوغ وقفك سليد زيتونك هستو مباهنو إنو سوغ كرسدو إساقا سوغ وآه سمالي ده سليد مبي مقلينو سليد كعب صنايا سليد زيتونك لكن واسوغ إلهي با إنو شاقة والسبغ للأكلين إنا يري سبغ قاسنا وحاويان با ليري با عانكا أي سليد راعي وضطو بريق ورنا إمودي تلين إنو وحون ياهي بي ياهي مركا نيلا يرى ذا دكتور محوها محمد محمد فائد با وحولي ياهي مؤتمر أي مسلمين تو إسو قطة قيم وحولي ياهي مركا لا لشيدة هايو بيها يري مدبكا إيها دينع سعودو آتك وفا إلها بضم أي سبغ قلوغة جيدان لكن وسليد أسوضطية لون كيدي مع البيه هيدا أي يلا لم بسبقها. مرك إمام قرطبي وحوليه وانا لشتاء وانا سوانا إيدام ووسوق قفك عنتدو كعوني كرا وحنبا ملها قفك إنو عنو سليد زيتونك ومرك سليد زيتونه صحيحة تايوي وانا مرصدا وانا لشتاء وح قيد كتنا وح عن منفع لهين بكومتشرا ليرا هذا علين تيسا واطن أوراق زيتون وطا منافع لهذا آد بأفرة بلانتاي وأوتك دورنا مركا قيت كاس إساقا هي سليد داس إساقا زيتون كا وشجرات مارتي مباركة وآدي آدوقي مبادن قريها أنبياء دي كبير حجرتي إلهي نوقور داعتي شجرة مباركة إنا إتهاي دب كاذي إفتيم كاذون ونبحينين نبي الله محمد نوصيف وصيري عناصرتي قيمة غدائقة أما عنادا وحيالها كتيرة عنادا تلك بين آدم كأوغترت فائدة أما الدواء أهان أما عنا أهان محيطها كو بيا كبوحة بيهنا ونرشي دنيت وحا كبوحة طاقة إيو إنجي وحا كبوحة بروتين وحاك بوحا دهون وحاك بوحا كربون هيدرات وحاك بوحا الياف اما وحا لو يقانو فايباس كاف انجريز كالو يرادو الياف بمعنى ووحيالها علوشة كعية سوها قاتية كولونكا تنقية ايا تصفية دا كسامية ايا معدة دا مدة دا دقيقة ايا مدة دا مالتي ادقبا وحاك بوحا كالسيوم اولا فاهد لسا وحاك بوحا حديد وهو ما دادا محوها ليه قدستا وحاكبوها مغنازيا وهو حبناها اللي يونادو ضيه چلي عودها قاتيا وحاكبوها مغنازيا وهو حمالتا اللي قال شومكا ايو هاقاتين تيسا ايو يحنو تشي دا فاسفور با يساونا كبوها اساونا بحكم ديا وحا قوديا مضحا مسكح دا وحا قوديا فهم دا اي حافظة دا فاسفورك يا قال شومك يا مغنازيا مكو يسلا سعودان حديد كنا والمد ولا أنت وحصعنا يوم ما بتشري وديكي دنا حمد الفوليجي وديكي وحي هجاتنا يوم وحكبوا حبوتاسيوم وحيالها وقى ما بدنا إلى ذا هاي بكم تاي بوتاسيوم كنا وحيالها لجوهر تقو وحلو يقانو ودنا جراعة أما ومحوا استراقة وحلا جوهر تقو يكمل ذا بوتاسيوم كو وحقاد وقى ما بدنا يها وقف عن يها يدتك وحوي ونها أيوف عن يها سيتون كي يجيت كموسك اللي ده وأتجي دارنا وحاك بو حق وحال الى هذا الصوديوم صوديوم كان نسبه كثير تويرتها وانا حاويه ان يربا كا جيرتا
صوديوم كومر كايسو ووحيالها معان وحنجة واحد دانان ايال لوغة جيدا وحاكو بجرتا معدك مهم كاها زنك لو يقانو او لو يقانو يعنى وحيالها انت اكسيد انتقاء اما مضادات الاكسيد وحيالها اوغم مهم سان ايو كميديا هاي وحاكب وحدا النحاس وايضنا مهم واد اسمها جركا وحاكم اذا يدنا المغنيز مع هذه فوائد كتبها لذا كتبها وحاكم اذا سيلينيام سيلينيام اسونا وحوكم اذا هاي المحوها واحد لو يقان المضادات الأكسدة وحيالها أغمو مهم سان ساقيا زنكي يعود رضاك حنحونا كانسر كي يلقى قهر طبا أيو كم ديا هاي أفرت فيتامين مركي لقى تغو وحيالها أغمو مهم سان يعود رضا لقى قهر طبا الولادة قال لك الولادة قال لما يقهر طبا أيو كم ديا سيلين يامكو فيتامين وحاكو يالا سي با كبوحا وحاكو جرى فيتامين بي 1 وحاكو جرى فيتامين بي 2 وحاكو جرى فيتامين بي 3 waxaa ku jira vitamin B5 waxaa ku jira vitamin B6 waxaa ku jira vitamin 9 waxaa ku jira vitamin A ama alif loo yaqaan waxaa ku jira vitamin E kulligood ku wano dhan waa cunadii waxa weeyaan iyo hortagi bay isugu wada jiraan waa waxa weeye waa brain food ama waa aqdiyada mukh vitaminada oo dhan ada vitamin A waa maadada beta carotene ko indhaha hagaajinaysay labadeedii qaybood فيتامين إي وحالي هذا سكنه وحالي هذا فيتامين ك أو خصوبه وخصوبين كترن كقابل صن ماشى المركب وحندونا جينا نحسوسيو قبل هذا فربضن وواحد كنا مرة الله المركب يور قاضان فيتامين إي ذو ذو أي هوس ودعه هذا يقول له المركب يور قاضي فيتامين إي ذو ذو أي هوس ودعنا خط خلل بدن باكو إيمان كرمحوها الم هذا أما هو بسود المكرا sabab ay ugu noqon kartaa marka gabdhaha muslimaadka ah ee bariyahan dambe uu ku soo boodatay dilanku waxaan ku talinayaa inay vitamin E markay uur qaadaan ama marka aynan intay maartay uurka qaadin vitamin E dooda inay kor u qaadaan meelaha laga heleed oo maartay vitamin E da laga helana vitaminada iyagana waan bilaabi doonaa iyo meelaha laga helee insha Allah ta'ala waan ku sheegi doonaa laakiin waraaqa waxa weeyaan qudaarta cagaaran ayay u badan tahay iyo saliidaha maartay sida zaytuunka oo kale ayay aad ugu jirtaa waxa kale oo ku jirta vitamin K oo dhiiga joojisa oo dhiig joojinta waxa loo isticmaalaa waxa ku jirta duhun mushabaca oo hadana gheer mushabaca vitamin yaana ah duhunta aan aad iyo aad u tayeysan baa ku jirta oo aan ahayn midii cholesterolka noqonaysa iyada waa anta cholesterol way waxa ka buuxa duhunta loo yaqaan omega 3 iyo omega 6 iyo kulli waa ku wada jiraan vitaminadii marka waxaan jeedaa duhuntii waxaadiga ahayd oo dhan ayaa ku jira waxa ka buuxa waxa loo yaqaan xagga amino acid kiina intiisi ugu muhiimsanayd ee caafimaadka ama nolosha bini aadamka iyo taranka u qiimaha lahayd ayadana way ku jiraan bahasha la yiraahdo saliidda zaytuunka waxa ka mid ah vitaminada ee buuxa macdanta amino acid ka ku jira waxa ka mid ah waxa loo yaqaan ترابوتوفان وحا كميدا ثيونين وحا كميدا برولوسين وحا كميدا ليوسين وحا كميدا ليسين وحا كميدا برولين وحا كميدا فالين وحا كميدا أرجلين وقوة ترنك وقوم مهم سن كميدا هستامين وحا كميدا آلنين وحا كميدا استرا وحا كميدا إس أسيرين نكي وحا كميدا كولوثامين ويساقونا أنت أكسيدان تدوا حا وقوم مهم سن كميدا وقف إنجريس وكو قرية يعني قف إنجريس كيس كما في عنوالا لدين كوشيغي waxa kale oo ku jira asagana midka loo yaqaan sirenin waxa ku jira waxa weeyaan methionine waxa ku jira seisatnin waxa ku jira feylananin waxa ku jira neurosin waxa ku jira thyrosin yaana alaabti oo dhan wixii muhiimka ahaa amino acidka kiif maalatay asaasiga ah iyo midkan asaasiga ahaynba way ku wada jiraan inta marka waxaan uga gudbaynaa oo ayadii marka sidaa u tacriifinay waxaan u gudbaynaa geedkaas isaga ah Ilaahay Qur'aankiisa ku sheegay intaas oo jeer fawaaida iyo meelaha waxyaalaha uu ku fiican yahay iyo sida ugu wanaagsan ee loola soo bixi karo saliidaas iyada saliida iyada miritaankeedu miritaanku waa laba qaybood mid koronto lagu gubaa oo waxa weeyaan bahal gubaysa miirta midna
ومانويلka wixii loo yaqaanay oo sidii sinsinta loo miiri jiray geedaha iyo geed kuwi culayska iyo daqdiga ma aragtay ku majuujin jiray saliida ugu qiimaha badan ee zeytuunka waa midda lagu matuujiyo culays ee aan koronto iyadoo la gubahayo lagu miirin saliida zeytuunkana waxaad i weydiisay waddamada ugu fiican saliida zeytuunka waddan oo ma kuma xirno waxay ku xidhan tahay sida loo miiro iyo miiridda waa tee adiga lagu siiyey ma miiriddii koowaad baa waxa lagu miiray ma koronto gubaysaa mise waa culays baa lagu miiray sidii kuwii gacanta oo kaleeta ee hore haddii lagu miiray midhuhu meel walbuu ka bixi karaa waddamaduna way soo gadan karaan meel kastaaba ha la geeye haddii intii la miiro lagu miiro culays iyo baqdi miiridda koowaad baa u fiican miiridda labaad baa ku xigta miiridda saddexaad baa ku xigta miiridda afraad baa ku xigta siday u kala horreysa miiritaankeeda ayay waxa weeyaan u kala faa'iido badan tahay waayahay innagu ma hellaa miiritaankii koowaad ma dhacquul ma tahay in aswaaqda la keeno aad bay u yar tahay haddii la keenana waa qaali dadku markaa sidaas iyada ah ha ula socdaan saliiddu marka kumar kasta oo waxa weeyaan lagu sameeyo mar labaad la miiro way sii faa'iidadeedii way sii yaraanaysaa way sii dhacaysaa waxaa laga yaabaa saliidaha innaga aan helayno ee suuqeenna inoo yaalla inay miiriddii afraad iyo tii shanaad iyo tii kihiin markii la yidhaahdo miiridda koowaad waad ogsoon tihiin waa qaali marka waa inaad xaqiijisato ma un shicaarka iyo waxa lagu soo qoray unbaad raaci oo cuhdada iyo ballanta ninka wax soo miiray muxuu kuugu soo qoray baad ku kalsoonaan mise cid aad ku kalsoon tahay diintiisa iyo waxa weeyaan ammaanadiisaad adiga raadin taas qof walba isagay u khuduucaysaa marka saliidda zeytuunka midda ugu qiimaha badan waa midda loogu hormiiro ee cidabka aan koronto lagu miirine bimacnaa daqdiga lagu intii la nabay ama sidaan loo majuujiyey waxaa weeyaan casriga lagu sameeyey tacsiirka lagu sameeyey laakiin midda la gubahayo maadadii dayaarada ahayd saliidda markii la gubo mawaafawaamawaamawaxaa canaasirtii ugu qiimaha badnaa way gubanhayaan dabkay raacahayaan hadda matalan caanaha oo kale markii la karkariyo caanihii geel ee dhayda ahaa caanihii lo'da ee dhayda ahaa markii la karkariyo guud bacteriyadii waa laga dilay calooshii ma dhaqaajin karaan waxaa caloosha bixiya oo u samaynaya taxaruga waa guud bacteria bacteriyada naaficada weeye albacteria naafica oo ku jirta weeye waxa caanihii caloosha jilcinaysay laakiin markii caanihii waxa weeyaan la karkariyo saliiddii markii lagu miiro dab iyo koronto lagu miiro waxa weeyaan maadadii tayaarada ahayd ee qiimaha badnayd oo dhan fawaa'id badan baa ka gubanaysa inkastoo laga yaabo wax badan inay u hadhaan haddana la mid ma noqonayso oo la tayo ma noqonayso saliidda waxa weeyaan lagu miiray culayska marka saliidda zeytuunka sidaas weeye sidaas ayaa lagu kala garanayaa innaguna waxaa laynaga rabaa inaan marka raadino cidda aan ku kalsoonnahay iyo meesha ay ka imaanaysa iyo midka ay tahay darsiga waxaa weeyaan maanta caawa intaasaan ku joojisanaynaa habeen dambena waxaan usii gudbi doonaa waxaa weeyaan fawaa'iddeedii iyo cudurada lagu daweeyo iyo sida la isugu daweeyo mid walba ayaan maaragtay looga faa'iidaysan karo cuniya dawo ayaan insha allahu ka dhigaynaa aad baa u mahadsantihiin wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu